طيب ناس كتير جدا فضيله الشيخ بتسال يعني ايه حق الكد والسعايه؟ تمام. ايه مرجع هذه الفتوى؟ لانه تمام. البعض بيقول طب ما هي ايات المواريث موجوده في القران الكريم. نعم. ايه بقى مرجع هذه الفتوى؟ لو حضرتك كمان تشرح لنا مبدئيا حق الكد والسعايه. حاضر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد طه الامين وعلى من صار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، البداية كل عام أنتم بخير بمناسبة شهر رجب والسادة المشاهدين والأمة الإسلامية في جميع مشارق الأرض ومغاربها. حق الكد والسعاية ده مهم جدا جدا، وفي عصرنا الحالي أكثر. احنا عارفين أن من بداية السبعينات وبدأت المرأة تعمل مع الرجل، بدأوا يسافروا يقضوا حياتهم في الخليج، الاثنين يشتغلوا في أوروبا في أي مكان في مصر، ويبدأوا يضعوا أموالهم على بعض، وبعدين ينموا الثروة بتاعتهم، وكلها تكتب باسم الرجل، اللي هي العادات المصرية بتاعتنا اللي هي تورثناها اللي هي القديم. وبعدين ربما يتوفى الزوج، فكل شيء باسم الزوج، فأين سعي المرأة وكدها طوال عمرها؟ خلاص انتقل بقى ميراث. وبعدين ربما أن يكون الزوج ليس له أولاد كمان، يوم يذهب التركة معظمها إلى إخواته وإلى أقاربه، وهي دوبك تحصل على الربع أو الثمن من هذه التركة، مع أنه كدها وسعيها. دي واحدة. الأمر الثاني، حضرتك سألتي مرجعية هذه الفتوى فين ومنين. تمام. حضرتك هذه الفتوى ترجع إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو أول من اجتهد في هذه الفتوى، ودي لا تتعارض مع الميراث تمام، ده تتماشى مع الجو العام لآيات الميراث التي تحقق العدل. فسيدنا عمر بن الخطاب عندما أتت إليه حبيبة بنت زريق، وكان زوجها عمر بن الحارث، فذهبت إلى سيدنا عمر تشكو، قالت له أنني كنت أعمل، كانت بتعمل هي في التطريز، وتدي لزوجها يتاجر ويبيع. فزوجها حقق ثروة كبيرة وأموال هائلة من عملها ومن كدها، فبقى هي التي تعمل وهو الذي يتاجر، هو بيبيع المنتجات اللي بتعمل بالضبط. فلما توفي وكان عنده أموال بقى كثيرة جدا من هذه الصنعة وتلك التجارة، فجم بقى الورثة وجوم اخواته واهله، قالوا لا، شرع ربنا، احنا نطبق ايات المواريث، احنا مالناش دعوه باللي حدث ده. فهي طبعا كدها وسعيها صعبان عليها نفسها، فذهبت الى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وترضاه، تشكو له ما حدث. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجتهد في ذلك، وجعل لها نصف التركه ثم ترث فيما بقي من التركة. طب ليه نصف التركة؟ نصف التركة لأنها شريكة في هذا العمل، هو نصف للتجارة وهي النصف للصناعة. صحيح. ثم بعد ذلك، ده مقابل الكد والسعي، ثم بعد ذلك تعمل تأخذ نصيبها. طيب. في الباقي، ما أنا هكمل حضرتك النقطة دي. فضل. هب مثلا صورة أخرى، إن هي لا تساهم بالنصف، يعني يدوبك نقدر السهم بتاعها بالثلث، بالربع، بالثمن، بالثلثين، بالثلاث ارباع، يبقى نقدر الكد والسعي بقدر المساهمة، ثم نأخذه من التركة، ثم ترث هي نصيبها في الأرض.